السلام عليكم. لما تجي لمدينة مستغانم وتتقلق من الحس ومن الحركة تاع الشواطئ ومن الدخان تاع السيارات، يا خويا اطلع لهذا المكان بحديقة 20 أوت، بكري كان يسموها لا بورت دي فور، على خاطرش فيها مدخل شباب. هنا رايح تلقى الهدوء والطمأنينة وراحة البال. بكري كي كنا نشرو لي كارت بوستال تاع مستغانم نشوفوا بزاف هاد الحديقة وسيرتو هاد الباب. على كل حال، هي حديقة هادئة بسيطة لكن تتميز بموقع جميل، ومنا تقدر تطل على كامل الأحياء الشعبية تاع مدينة مستغانم، أبداها من صالمان مرورا ببيبينيير وسط المدينة، ميناء مستغانم، المطمر، الحي الشعبي تاع تي جديد، حتى السيد المجدوب. الشيء اللي لاحظته في الحديقة هذه هو النظافة، والله تلفت الانتباه. الناس راهم قايمين بالعمل تاعهم هنا ما شاء الله. إن شاء الله كامل الحدائق تاعنا تاخذ المثال. تاني كاين واحد البانو هنا فيه أهم المعالم السياحية تاع مدينة مستغانم. مرحبا بكم في مدينة مستغانم، والسلام.